نزلت الجهاز الفني واللاعبين اللي قالهم الكابتن عادل، والفتره اللي جايه كابتن احمد الفتره مضغوطه جدا. فاكر لما كنا بنشتكي فتره من فترات ان النادي الاهلي بيلعب كل يومين ومشترك في اكتر بطوله؟ هي دلوقتي ناقص بطوله واحده انت مركز فيها، بس تركيزك كل يومين عندك مباراه او كل يومين عندك بطوله خاصه، انت بتلعب على مسابقه دوري. والغريب في الامر ان النادي الاهلي حتى الان كل البطولات اللي خدها كسبها الحمد لله رب العالمين، حتى ميداليه كاس العالم البرونزيه تعتبر بطوله، ولكن الجماهير بس مش ده الغريب في الامر، ده المعتاد. لا لا انا لا مش هقول لك ان دي ده الغريب، لا الغريب في الامر ان جمهور النادي الاهلي بيطالبوا ببطوله الدوري وكانه ما خدش ولا بطوله السنه دي. صحيح غريب برضه. يعني بيقول لك ايه ده انت واخد كل البطولات. والله ما غير يعني العادي عادي. لا عايز الدوري ده اسمه بقى العادي يا ايمن العادي. لانه حصل قبل كده كابتن، حصل كتير. حصل قبل كده صح كده احمد خلاص، بس يقول لك ايه لا انا عايز الدوري ده. صحيح لا الدوري ده لازم تجيبوه. لا احنا مش عايزين حد ياخد حاجه غيرنا. تمام، يعني انت ثقافه ان انت عايز تاخد كل البطولات وان النادي الاهلي مش عايز يسيب لاي حد حاجه، دي ثقافه عند اللعيبه وعند مجلس الاداره وعند الجمهور. مش هتلاقي واحد بيقول او مش هتلاقي واحد عنده تشبع. يعني مش هتلاقي مثلا واحد بيدي تصريح بيقول الحمد لله السنه دي احنا خرجنا ببطولتين وكده يبقى احنا عملنا، يعني كان عندنا تحدي كبير جدا وفزنا وكسبنا بالتحدي ده خالص اطلاقا. مش هتلاقي اي مسؤول في النادي الاهلي سواء اذا كان صغير او كبير، مسؤول فني مسؤول اداري حتى لعيب داخل النادي الاهلي مش هتلاقيه بيتكلم الا بمنطق ان النادي الاهلي اي بطوله بيدخلها لازم رقم واحد انه ينافس عليها للنهائيات. رقم ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه له التارجت الاعلى يعني من تحت لفوق انه ياخد البطوله دي، وده الوضع الطبيعي بتاع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فالنهارده مستر موسيماني عنده تحدي كبير جدا جدا في الفتره اللي جايه يتعامل معاه ازاي. لانه شايف زي ما الكباتن قالوا وانت قلت يا كابتن ايمن ان جمهور النادي الاهلي مش بيسقف وخلص الموسم بالنسبه له، لا جمهور النادي الاهلي بيقول له احنا عايزين بطوله الدوري العام، ودي البطوله المحببه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. يعني هو لو جيت تسال جمهور النادي الاهلي يقول لك البطولات كلها محببه بالنسبه لنا، بس هو انسى ان انت خلصت من بطوله فدخلت في الثانيه فاصبحت دي هي البطوله المحببه الباقيه بالنسبه لي. انا عايز البطوله بتاعتي بالظبط. تمام. فطبعا مستر موسيماني عنده تحدي كبير جدا، اللعيبه عندها تحدي كبير جدا جدا جدا، عندك مشاكل كثيره جدا. تمام. لعيبه مصابه، الجدول مضغوط زي ما انت شايف، الدوافع اللي ممكن يحطها مستر موسيماني ويخلقها في كل مباراه عند كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي يمكن من اكبر التحديات اللي بتواجه المدير الفني، لانه هيحتاج كل اللعيبه. لانه هيحتاج كل اللعيبه. انت النهارده ممكن في الايام العاديه وفي المباريات العاديه كل اسبوع بتلعب ماتش بيبقى اللعيبه عندك مريحه، ممكن تستعين بكل اللعيبه او 90% من اللعيبه طوال فترة ان الموسم مستقر. وبعدين في لعيبه بتبقى خارج مش خارج الحسابات بظروف المدير الفني واعتماده على بعض اللعيبه او ظروف تألق بعض اللعيبه بالظبط، انت بتخرج بعض اللعيبه من حساباتك خروج مؤقت. فالنهارده في ظل انك كل يومين وهتلعب ماتش يومين وهتلعب ماتش، فانت محتاج كل لعيب موجود عندك، فانت محتاج انك تعمل دافع لكل اللعيبه اللي موجوده. ما ينفعش تخسر لعيب، لا تخسره بدنيا ولا تخسر حتى اللعيب نفسيا، ولا بد يبقى في تاهيل كبير جدا لكل اللعيبه اللي موجوده. يعني لو كنا بنتكلم على اكرم توفيق ان هو بقى حاطط رجله بشكل كويس ان هو يبقى لعيب اساسي في الباك رايت، فانت النهارده مطلوب منك كمدير فني تجدد الدافع مره ثانيه عند محمد هاني، لانك هتستغله المباريات اللي جايه. وضع طبيعي ان النهارده عندك 3 ميد فيلدرز، ممكن تحط اكرم توفيق في نص ملعب فبالتالي تخلق له دافع مختلف في مكان في مكانه القديم في مكان مختلف. ماتش النهارده مثلا انت قلبي الدفاع مش موجودين فعندك 2 تانيين. فالنهارده الازمه الكبيره او التحدي الكبير بالنسبه لمستر موسيماني انه يخلق تحدي ودافع عند كل اللعيبه اللي موجوده، ال 30 لعيب الموجودين في النادي الاهلي. لان انت خد بالك كره القدم متغيره. كنا يعني من فتره مش بعيده كنا بنقول او كل الناس في الشارع بتقول لك ان بواليا خارج حسابات النادي الاهلي، وده امر طبيعي كان امر بالنسبه للاحداث اللي كانت بتحصل، بالنسبه لسوء التوفيق، بالنسبه لان في لعيبه موفقه وهو ما كانش عنده بالنسبه من التوفيق كبيره. النهارده انت بتتكلم ان بواليا ممكن في وقت من الاوقات يبقى هو لعيب رقم 9 الاساسي بالنسبه لك، ومحمد شريف احنا بنفكر هل ممكن في وقت من الاوقات يلعب هو اللعيب رقم 10 يلعب طرف ملعب ولا لا. فده بيحصل في كرة القدم ان ممكن لعيب من بعيد يجي ويحط هو لنفسه دافع ويشتغل عليه. انت كمدير فني هتشتغل عليها ازاي؟ لازم برضه يبقى انت عندك تركيز في الحته دي بشكل كبير جدا. صحيح. جدا انت جدا. كلمتني على ان مستر موسيماني عليه في الفتره دي خلق الدوافع طبعا لبعض اللاعبين او لكل اللاعبين.
ولكن انا كلاعب برضو خلي بالك انا لازم من جوايا يكون عندي الدافع، لان احنا بنتكلم على خلي بالك طول عمر الفتره اللي هي الاخيره من الموسم بتلاقي كلام كتير جدا صح. بيتناقل كويس، مين هيمشي مين هيقعد مين هيروح مين هيجي، انت كلاعب الفتره دي حاسمه بالنسبه لك صح. انت ما كنتش الفتره اللي فاتت مثلا بيعتمد عليك بصفه اساسيه، فجات لك الفرصه دلوقتي ان انت خلاص انت كنت مستني فرصه دي من فتره امسك فيها، فده دافع بالنسبه لي، انا مش محتاج المدير الفني يخلق الدوافع كمان. هديك ثلاث امثله كابتن ايمن بس. موجودين في انا في الفتره الحاليه دي يا كابتن بس. لا ده في الفتره في الوقت في الفرقه دي وفي فرقه النادي اللي بتلعب ثلاث امثله ليسوا بالبعيد. يعني رامي ربيع، رامي ربيعه كان في نص الموسم يا كابتن، مش من اول السنه، في نص الموسم رامي ربيعه كان خلاص يعني بيخلص ورقه وبيلملم حاله انه بره حسابات النادي يعني. فجاه لعيبه بيتصاب، رامي بيدخل بيلعب بيأدي بشكل كويس، بقى له مكانه اساسيه في النادي الاهلي، وما والى الان رامي بيأدي، وكان بيلعب رايت باك المباراه اللي فاتت. اكرم توفيق كان خارج حسابات المدير الفني صحيح، خارج حسابات منطقيا، انت عندك ديانج عندك سوليه تمام عندك حمدي فتحي الثلاثه، يعني لما تيجي تديهم درجات هتدي مثلا اقل واحد فيهم هتدي له 7-8 من 10 أيه. تمام، فانت عندك لعيب كان بره الحسابات. النهارده مع ظروف الاصابات ومع تغير الاوضاع والماتشات اللي بتلعبها المتتاليه ورا بعضها، اكرم توفيق اصبح لعيب اساسي بالنسبه لك مزبوط. من ال 11 مظبوط تمام، فدول عنصرين مهمين جدا جدا جدا. نفس الموضوع كان اليو ديانج برده لعب فتره كابتن ما كانش موجود بره الحسابات، وجد نفسه الاخير فوليا، يعني كل المقدمات كانت بتقول ان هو خارج الحسابات وانه مش موجود داخل النادي الاهلي، بيلعب بيسجل هدف بيسجل الثاني، النهارده انت عايز تعتمد عليه كمدير فني بشكل اساسي، فانت مطلوب بشكل كبير من اللعيبه ان هي كمان تاخد الدوافع من اللي بيحصل داخل الفرقه من المتغيرات اللي بتحصل كل يوم. افضل فتره لكل اللعيبه بالنسبه لاي لعيب بيلعب في النادي الاهلي هي الفتره الحاليه، هي الفتره الحاليه. مش بعيد ان المدير الفني يجي اخر الموسم يقول لك يا جماعه خلاص انا مكتفي باللعيبه اللي موجوده عندي، لان اللعيبه جددت لنفسها الدوافع، لان اللعيبه ركزت بشكل كبير الثمان مباريات دول، ده انت بتتكلم في حوالي ثلث موسم، مش حاجه قليله يعني، يعني رقم كبير من الماتشات، فكل لعيب ممكن يقدر ياخد مكانه اساسيه، وان ما كانش رقم واحد ممكن يبقى رقم اثنين ويعتمد عليه. يعني النهارده واحنا قاعدين اول تغيير محمد شريف بوالي خلاص بقى التغيير محفوظه بالنسبه لنا كلنا خلاص وعارفين، وراجل بينزل وبيأدي وبيتالق، فهي هو ده اللي المفروض كل اللعيبه تشتغل عليه، ان انا وقت من الاوقات هيجي وقت ان انا هاخد الفرصه بتاعتي، لو خدت الفرصه لازم استغلها بشكل كويس، ده طبيعي يعني.